يعني أي رسالة ممكن أن تصل إلى العالم من خلال هذا المشهد الانتخابي؟ الرسالة أن مصر تجري انتخابات تعددية، انتخابات بين 4 مرشحين، انتخابات نزيهة بشهادة، يعني ليس بشهادتنا ولكن بشهادة المتابعين سواء المنظمات المحلية أو المنظمات الأجنبية، أيضا الإعلام الأجنبي وهيئة الاستعلامات لعبت دورا مهما في يعني إعطاء تصريح للصحفيين الأجانب. أنا تابعت كثير من يعني من التغطيات الإعلامية الخارجية، الكل يركز على هذا المشهد الحضاري، يعني فكرة الفرحة المصرية، الفرحة المصرية باستحقاق انتخابي، لأنهم المصريين يدركون ويعرفون أن مشاركتهم اليوم في هذه الانتخابات هي مشاركة في صنع المستقبل، لأن عندما تختار مرشح ما فأنت تختار برنامجه الذي سيطبقه في الفترة المقبلة، وبالتالي هي مشاركة إيجابية. أنا في اعتقادي يعني كان البعض في السابق لديه عزوف، الآن كله يشارك، كان هناك بعض يحاول يردد يعني بعض يعني الافكار ربما الخبيثه بان الانتخابات محسومه سلفا وانه لا داعي للمشاركه، كل هذه حقيقه تم اجهاضها تماما. المصريين هم من كلمه المصريين ردوا على كل هذه المخططات وشاركوا. المشاركه في الريف في المدن في كلها مشاركه يعني واسعه، مشاركه مهمه، وهناك 3 أيام ويستطيع ذلك. أقول أن حرص المواطن على المشاركة مهم، لأن صوته مهم، صوته مؤثر، وعليه أن يقرر مستقبله. هو الآن مصر تسير في إطار جمهورية جديدة، مصر تبني جمهورية، لابد، وهذه التنمية والنهضة لا تقوم بين ليلة وضحاها، هي بتدع أسس صلبة ثم تبني عليها، وبالتالي مصر كدولة سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي هي دولة مهمة. الدول التي سبقتنا في التنمية والنهضة الشاملة في خاصة في آسيا نحن ليس أقل منه، وبالتالي الانتخابات اليوم مهمة. هناك إدراك ووعي كبير من المصريين، هذه المشاركة الضخمة تمثل هذا الحس السياسي لدى المصريين خاصة وقت التحديات والأزمات. طبعا إحنا لسه في أول يوم على تحديد نوعية الناخبين سواء من حيث الجنس أو السن أو النوع أو كده، لكن من خلال مشاهد اليوم الأول هل ترى تواجد يعني مختلف لفئة عن أخرى؟ هل ممكن هناك تقسيم نوعي أو فئوي للناخبين؟ يعني أنا اعتقادي أن المرأة المصرية برضو هي يعني القيادة في دائما في كل انتخابات استحقاق الدور كما في الاستحقاقات السابقة، لأن المرأة المصرية أيضا يعني هي ذات سن سياسي، وأنا لفت نظري هذا المشاركة أيضا يعني خاصة من جانب المرأة، والمرأة المصرية أيضا هي يعني دورها مهم، ليس فقط تشارك ولكن تحس أيضا أفراد أسرتها على المشاركة، وبالتالي لفت نظري هذا اليوم في كثير من اللجان هو هذا يعني التواجد الكبير للمرأة المصرية التي يعني يعني بتحظى يعني برعاية من الدولة المصرية وباهتمام من الدولة المصرية، وكان لها يعني أدوار مهمة في أوقات حاسمة. رأينا في 30 يونيو كانت المرأة المصرية في مقدمة الصفوف في كل استحقاق انتخابي. المرأة المصرية تقدم نموذج على وعي هذه المرأة وإدراكها بأن مستقبلها، مستقبل أولادها، ومستقبلها الاقتصادي، ومستقبل هو مرتبط بهذه الانتخابات، لأن هذه الانتخابات هي أهم استحقاق دستوري، هي بتقرر من سيحكم مصر، من سيطبق برنامجه، وبالتالي كانت هذه لافتة من المرأة المصرية. أيضا في الأول مرة في هذه الانتخابات لقينا ظواهر حضارية، يعني أصحاب الاحتياجات الخاصة كان لي. يعني حتى تطبيق نظام برايل يعني خاصة ب يعني إخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا يعني هذا أمر مهم، اهتمام الدولة المصرية بكل الفئات وخاصة الاحتياجات الخاصة، وهم أيضا تم يعني أولئك رعاية بهم في خلال السنوات الماضية، ومشاركتهم اليوم بتعكس أيضا حرص الدولة المصرية على أصوات هؤلاء، لأن هؤلاء سيقررون أيضا مستقبل مصر. أيضا هذا التنظيم وهذا يعني هذا التنظيم في كل اللجان الفرعية نموذج حضاري بالفعل، يعني هو نموذج مهم. لم نشهد يعني أبعاد كما كنا نرى بعض الفئات يعني وهذه الجماعات الإرهابية التي كانت تستخدم الدين كشعارات، الآن الكل لديه شعارات وطنية، كل ينطلق من أرضية وطنية، المرشحون الأربعة لديهم رؤية، لديهم برنامج، لديهم يعني تواصل مع المواطنين، ولذلك كان مشهد اليوم مشهد حضاري. وأنا في اعتقادي أن من المهم أن يستمر المصريين في اليومين القادمين، هناك فرصة من الساعة 9 صباحا للتاسعة مساء، وهذا اللي عليه أن يدرك أن صوته مهم، صوته مؤثر، هو الذي سيصنع مستقبل، لا يعني يركن إلى ما يحاول له البعض بأن يعني صوته لن يؤثر. أنا في اعتقادي هذا مهم، حقك الانتخابي كمواطن أن تشاركه بغض النظر من الفائز أو بغض النظر من سيكون يعني رابح في هذه الانتخابات، لكن على الأقل أن تشارك حقك الانتخابي، يعني لا تفرط فيه، هذا حق دستوري، عليك كمواطن أن تستخدمه وتستغله، لأن هذه المشاركة أيضا ستنعكس في المشاركات الأخرى في البرلمان وفي الانتخابات المحلية، في كل الانتخابات المصريون يشاركون في صنع مستقبل، هذا سيكون له هذا رسالة للعالم، وهذا بأن الشعب المصري ملتف حول الدولة المصرية
ملتف حول القيادة المصرية، الشعب المصري يقدم نموذج حضاري في تنظيم الاستحقاق الدستوري في هذه الانتخابات التعددية النزيهة بإشراف قضاء كامل. كل هذا يمثل نقاط مهمة، ولذلك أنا في اعتقادي أن المصريين الآن هم يعني هذه مرحلة سيترتب عليها كثير من التداعيات في المستقبل. حضرتك تحدثت عن دور المرأة وهو يعني دور واضح وجلي في هذه الانتخابات والانتخابات السابقة، أي استحقاق دستوري المرأة هي يعني أول المولودين، ولكن أيضا أسألك عن الشباب، لأنه أيضا هناك حضور لافت للشباب في هذه الانتخابات، سواء يعني كناخبين أو كداعمين ومنظمين ومتطوعين، كيف ترى هذا الدور؟ هذا سؤال مهم أستاذ إلهام. لماذا؟ احنا كنا يعني كان لدينا نظرة للشباب أنها نظرة سلبية، أن الشباب عازف عن المشاركة في الحياة العامة، حتى عن الوعي السياسي. أولا أحداث غزة أثبتت وعي الشباب المصري في الاهتمام وفي خطورة ما يحدث على حدود مصر الخارجية، ورأينا الشباب حتى الشباب الصغير يهتم بهذا الأمر ويدرك أن هناك مخططات تستهدف الأمن القومي المصري. أيضا في هذه الانتخابات رأينا الشباب يشارك، ورأينا الشباب قادر على التنظيم، وهذا حقيقة بيعكس أيضا أن الشباب هو قوة ضاربة، وهذا أيضا نتاج أيضا لدور مؤسسات الدولة فيما يتعلق بالتواصل.